دول كده بيكونوا طريقتين اللي هما بنوصل بيهم ديفيتير، بس طبعا الطريقه اللي هي الاولى ديت مش مكلفه في السلك، لكن ديت هتكون مكلفه في السلك اكتر معانا. صباح الخير او مساء الخير عليكم على حسب التوقيت اللي بتشوفونا فيه. النهارده جبنا لكم فيديو جديد. عندنا طبعا توصيل الديفاتير، ليه اربع طرق توصيل الديفاتير، عندنا دول طريقتين هنوصل بيهم النهارده، وهجيب لكم فيديو تاني هيكون فيه الطريقتين التانيين. بس قبل ما نبدا الفيديو اتمنى انكم تدعمونا بالاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه، تفعل زر الجرس لتصل كل جديد، ولو في اي استفسار عندك ممكن تستخدمونا في التعليقات تحت، او ممكن توصل على صفحتنا على الفيسبوك هتكون موجوده في الوصف تحت. نبدأ الفيديو بتاعنا. واول حاجه طبعا الوصله بتاعتنا اللي بنبقى عارفينها، اللي هي الوصله العاديه اللي بيبقى فيها اتنين ديفاتير اللي هي فرتين السلك بس، وبنحط فره المفتاح او فره اللمبه بتاعتنا بتكون في المفتاح، والفره بتاعت الارض اللي هي زي ديت كده بنلحمها بفره الارضي، وبيكون المفتاح التاني بنوصل له كهرباء، وكده دي بتكون الوصله اللي هي العاديه بتاعتنا. بنوصل الاثنين، وديت فره المفتاح وفره الكهرباء التاني في المفتاح التاني في المسمار اللي هو في النص. بالطريقه دي كده بنشغل تشتغل اللمبه معانا، بنفصل من المفتاح التاني بالشكل ده كده، بتفصل لان بنقفل الدايره وبنفتحها عن طريق المفاتيح. دي الطريقه العاديه اللي احنا عارفينها. الطريقه التانيه اللي هي بتكون عندنا بقى نظام تلات فرد سلك بالشكل ده كده، بالشكل ده بيكون عندنا تلات فرد سلك بالشكل ده، بنحط فرد الكهرباء بتاعتنا مع فرده من الفرد ديت في المفتاح من فوق، بيكون عندنا فرده في النص، ويكون عندنا الفرد التانية اللي هي من تحت بنحط فيها فردة اللمبة بتاعتنا، وفردة الأرض ديت بنوصلها مع فردة الأرضي وبنشغلها تشتغل معانا، وبنفصلها بنفصل بتفصل. بس ديت طبعا بتكلفنا سلك أكتر، فديت الطريقة ديت بتكون مكلفة في السلك، لكن الطريقة التانية ديت بتكون مش مكلفة في السلك. في عندنا طريقتين تانيين وكله بيدي نفس النتيجة، يعني ديت بتدي نفس النتيجة برضه اهي، بنشغل لمبة وبنفصلها بتفصل، وديت برضه بنشغل لمبة بنشتغل وبنفصلها بتفصل. دول كده بيكونوا طريقتين اللي هما بنوصل بيهم ديفيتير، بس طبعا الطريقه اللي هي الاولى ديت مش مكلفه في السلك، لكن ديت هتكون مكلفه في السلك اكتر معانا، وهتكون غير عمليه لان ديت هتستهلك معانا سلك اكتر بكتير، لان دول كده هيبقوا ثلاث فرق بس سلك عندنا، لكن دول بيكونوا فردتين. ولو بنوصله زي ما قلنا بنحط فرده المفتاح ديت او فرده اللمبه ديت، بنحطها في المفتاح في النص، والفردة الكهرباء بنوصلها في المفتاح. انما ديت بنوصل الارض بتاعنا زي الثانيه عادي مفيش مشاكل، لكن بنوصل ثلاث فرد سلك بالشكل ده بحيث ان التيار بيمر فيهم كلهم، فاحنا بالطريقه دي بنوصل فردة المفتاح هنا وبنوصل فردة الكهرباء مع ديت، فديت بتاخد سلك معانا اكتر. ده كان الفيديو بتاع النهارده، ان شاء الله انتظرونا الفيديو اللي جاي هيكون فيه طريقتين، والطريقتين التانيين دول مختلفين، لان بيكون بيدخل المفتاح نفسه ارضي، لكن دول بيدخل مفتاح كهرباء بس. هسيب لكم صوره في اخر الفيديو ان شاء الله هيكون موضح فيها طريقه التوصيل النظري، دلوقتي احنا شفناها عملي. وده كان الفيديو بتاع النهارده، يا رب الفيديو يكون عجبكم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعمونا بالاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه، وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد، ولو في اي استفسار عندك ممكن تسيبونا في التعليقات تحت، او ممكن تواصل معانا على صفحتنا على الفيسبوك هتكون موجوده برده في الوصف تحت. سلام.